وللحديث عن تدهور الوضع التعليمي في العراق في ظل تراجع العملية التعليمية وعدم وجود أبنية تعليمية صالحة وافتقاد الطلاب للكتب المدرسية، ينضم إلينا عبر سكايب من كوالالمبور الأكاديمي المتخصص في التعليم الدكتور محمود المسافر. حياكم الله دكتور محمود. حياكم الله، بارك الله فيك. أهلا بك دكتور محمود. يعني قطاع التعليم في العراق يشهد حالة غير مسبوقة من التدني، ما الذي أوصل التعليم إلى هذه الحالة من الانهيار والفشل برأيك؟ والله شكرا، أولا بارك الله فيك وقناتكم الكريمة، وتحية لك ولكل المشاهدين. الحقيقة يعني بدءا أقول أنه القضية التعليمية هي مثل باقي القطاعات، هي كلها تعود إلى أصل الموضوع، وهو النظام السياسي الحاكم بعد عام 2003 وأسس القانونية والأخلاقية والقيمية التي جاء بها وجاءت به. هذا الموضوع الحقيقة مشتبك، لذلك أسوأ شيء وأصعب شيء الآن هو تحديد المسؤولية. من المسؤول؟ هل مسؤول مجلس المحافظة، تربية المحافظة المعينة، وزارة التربية اللي تشهد الآن منذ سنوات تبديلا مستمرا للوزراء، بعضهم يأتي من القطاع، بعضهم سياسيين ولا يأتي من القطاع. تحديد المسؤولية صعب جدا، لكن الأسهل أن أقول أن النظام السياسي الحاكم اليوم لا توجد نهائيا ضمن أي من أولوياته الاهتمام بالقطاعات التي يعنى بها المواطن العراقي، وأهمها طبعا على الإطلاق هي التعليم والصحة. المدارس تعاني من الاكتظاظ والنقص الحاد بالمستلزمات المدرسية كما تعلم، وأيضا المدرسون يعانون من أزمة رواتب وسوء معاملة. يعني مثلث المنظومة التعليمية المتمثل في المعلم والمنهج والمتعلم أيضا، كيف يمكن تقييمه في عراق ما بعد الاحتلال؟ شوف أخي، هو إذا تنظر الآن للعملية السياسية كلها، العملية السياسية يعني محصورة في منطقة واحدة ومحصورة في قبة واحدة اسمها قبة البرلمان. كل الأزمة هناك، يعني صوروها لنا، كل الأزمة هناك، كل الحل هناك. انظروا إلى البرلمان، أنا راح يعني أجيبك إلى قضية عملية كبيرة ومهمه. الموضوع صار له بالضبط 20 سنه، عقديا من الزمن هذا النظام التعليمي يولد لنا بسبب فساد النظام التعليمي وبسبب ضعف النظام التعليمي وبسبب عدم الاهتمام بالنظام التعليمي. هذا النظام يولد لنا منتجات، هذه المنتجات اغلب ال 329 عضو برلمان الان من هذه المنتجات. فكيف ممكن أن نلجأ نحن إلى البرلمان للشكوى على وزير التربية والبرلمان جله من منتجات فساد النظام التعليمي لعقدين من الزمن؟ القضية مشتبكة الأخوان. إذا أدخل الآن في قضية مهمة جدا لكم والمشاهدين، وهي قضية فلسفية، نتذكر كلنا ونأخذ بقول علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وهو يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. لماذا الفقر نقتل الفقر؟ الفقر هو نتاج لظروفه، لكن عندما يتحول الفقر إلى هوية معنوية يبدأ هذا الفقر هو يصبح الخلل، يصبح هو المشكلة. اليوم النظام التعليمي في العراق هو المشكلة، وليس فقط جاء نتيجة ظروف أدت إلى هذا النظام الضعيف الفاسد، هو مشكلة، لأنه أصبح يولد قاعدة مهمة جدا للعمل في الدولة، في مؤسسات الدولة، ومن ضمنها للعمل في السياسة. فالعاملين في المجالس التعليمية كلهم من هؤلاء، العاملين في مجالس المحافظات من هؤلاء، الوزراء من هؤلاء. أنا أقصد الكمية كبيرة، لأنه صار 20 سنة. إذا انتظرنا لعشرة سنوات أخرى أو 20 سنة أخرى، لا يبقى أي أحد من مخرجات التعليم ما قبل 2003، إذا لا يبقى حتى حل لهذا الموضوع. لذلك الدول والمجتمعات تأتي بالثورات، الثورات لاجتثاث الفقر، الثورات لاجتثاث الفساد، الثورات لاجتثاث الأنظمة الفاسدة والمتخلفة، ولا تطالب بالإصلاح.
لا يمكن عزيزي، لا يمكن إصلاح النظام التعليمي والصحي وكل القطاعات الاقتصادية في العراق أبدا بوجود مخرجات هذه الأنظمة تقود العراق اليوم. يعني إلى أي مدى دكتور محمود ترى أن يعني هذه عملية الهدم للتعليم في العراق هي عملية ممنهجة وليست عملية فساد لربما صدفة؟ لا يوجد صدفة، لا يوجد صدفة. أن الذي يتخيل الصدف في الحقيقة هم القاصرون. لا يوجد صدفة في هذا الموضوع. هناك العراق دائما كان يرى على أنه منجم بشري يخرج الكفاءات البشرية، معروف هذا في الدولة العراقية الحديثة منذ أغسطس آب 1921 عندما تأسس الدولة العراقية بكل حكوماتها، إلى أن سقطت الدولة العراقية في براثن الاحتلال الأمريكي الإيراني في 9 نيسان عام 2003. كل هذه الفترة كان يرى العراق على أنه منجم بشري يعطي خيرة أبنائه للعلم وينتج منهم الكفاءات الكبيرة جدا، ليس التي خدمت في العراق فقط وإنما التي خرجت للخارج، وهذا معروف لدى الكثيرين. لذلك يا أخي العزيز، هذا لا يمكن أن يكون أبداً عامل صدفة هو الذي حكم ذلك، بل إنه مخطط بالتأكيد بدأ به الأمريكان والصهاينة وجاء على هوى الإيرانيين. ولذلك الإيرانيون اليوم يقومون بما هو أكثر مما يطلب منهم لتدمير العراق، من خلال إفشال وإيقاف عجلة التنمية البشرية بإيقاف وإفساد المدارس والأنظمة. وأنا أقول هنا إن المشكلة الحقيقية ينتبه إليها الشعب العراقي، إنهم أصبحوا اليوم جزء من المشكلة. هم يطالبون بالمدارس ويطالبون بالتعليم وكأنها هبة من الدولة. انظر أخي ما حدث في موضوع الضرائب قبل أيام، فقط سرقات الضرائب ممكن أن تكفي لسد حاجة العراق من المدارس، وهي 1800 مدرسة. إذا كلفتنا المدرسة المتوسطة من مليون إلى مليونين دولار، فإن 1800 تكفيها المليارين ونص التي سرقها موظفون صغار، مدير عام وبعض الموظفين في دوائر الضرائب وبعض الشركات التي تتعامل مع الضريبة. العراق يسرق جله ولا يعطى أي شيء إلى المواطنين، والمواطن لا زال يعتقد أنه على الدولة أن توفي ذلك باعتبارها هبة، أن هذا حق المواطن الذي يدفعه كضريبة وحقه من ثرواته التي في الأرض، عليه أن يفهم ذلك. أنا أعطيك مثال بسيط جدا أخي لكن العزيز سريعا ولو لو طولت. سمحت. نعم، في ماليزيا وأنا أعيش في ماليزيا هناك مدارس كبيرة جدا منتشرة في كل مكان، ليست فيها أكثر من 10 طلاب. عندما نسأل لماذا هذا التبذير، يقولون هذا ليس تبذير، دافعي الضرائب يدفعون لذلك. لا نستطيع أن نغلق مدرسة فيها 10 طلاب وهي مدارس كبيرة جدا. وما يحدث اليوم في العراق، حتى كابينات لا يستطيعون أن يوفرون شكرا لقرية فيها 400 طالب. شكرا جزيلا لك ضيفي عبر سكايب من كوالا لامبور الأكاديمي المتخصص في التعليم الدكتور محمود المسافر.